إذن نعم. مشاهدينا تنطلق مسيرة الخمسين المقبلة بطموحات بلا حدود تعانق السماء وتحقق إسعاد الوطن والمواطن وجميع مقيمي وزائري الدولة. وننتقل الحين يا محمد إلى جمارك دبي. أيضاً. ويانا عبر الهاتف سعادة أحمد محبوب مصبح مدير عام جمارك دبي. صباح الخير. صباح الخير لك لميس، أنت ولك محمد كذلك، ونصبح على جميع المشاهدين. أهلا وسهلا فيك. مع انطلاقة عام الخمسين، ماذا يمثل لكم اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات؟ طبعا بداية نحن قبل كل شيء نهنئ أنفسنا ونهنئ ونبارك كذلك القيادة الرشيدة انطلاق عام الخمسين رسميا اليوم بعد ما أعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إن عام 21 بيكون عام الخمسين في دولة الإمارات. وبهاي المناسبة لا شك أن ستنطلق احتفالات كثيرة ومتنوعة بهاي الذكرى اللي لا شك أن كذلك تخللتها إنجازات عالمية طموحة تعانق السماء، ويمكن كان آخرها رحلة مسبار الأمل إلى المريخ. لأن اليوم لو سألنا أنفسنا هالسؤال، من كان يتوقع قبل 15 أو 20 سنة أن دولة الإمارات بيكون عندها برنامج ومركز للفضاء وبتوصل المريخ؟ ولا شك أن هالاحتفالية السنوية لمسيرة دولة الإمارات بالخمسين عام الماضية تشعرنا وتغمرنا بالفخر والعزة للانتماء لهالوطن الغالي اللي لا شك أنه كان ثمرة فكر وجهد رجال مخلصين وهم الآباء المؤسسين وعلى رأسهم الشيخ زايد طيب الله ثراه وإخوانه كذلك اللي المؤسسين اللي حطوا أساس متين لهاي الدولة. أساس كان مبني على رؤية كبيرة، رؤية ثاقبة حققت خلالها دولة الإمارات خلال الخمسين سنة الماضية إنجازات مو بس محلية ولكن إنجازات إقليمية وعالمية لا تحصى. فعلا يعني يمكن في عام الخمسين أيضا سعادتك، كيف نستلهم دروس الماضي لنبني فيه المستقبل؟ طبعا لا شك أن نحن نستذكر يعني جهود وإنجازات الآباء المؤسسين اللي وضعوا صراحة خارطة طريق وخطة طموحة. فاليوم كل الرفاهية هاي اللي نحن ننعم بها وكل السعادة هذه وكل مقومات الحياة بكل ما تحمل من معنى للرفاهية نحن ننعم بهذا الشيء اليوم. ولا شك أن هي مسيرة كبيرة كانت مبنية على بناء الإنسان. يمكن نتذكر أن التعليم والاهتمام بالتعليم والصحة كان هم يمكن الشيئين اللي اعتنوا وخذوا حصة كبيرة ووافرة من اهتمامات القيادة الرشيدة في الخمسين عام الماضية، وهي لا شك أنها بتستمر من أجل بناء إنسان متعلم، إنسان قادر على المشاركة في مسيرة الدولة الطموحة. ولا شك أن نحن نتعلم من التجارب ومن 50 سنة السابقة، هي عملية استمرارية بذل الجهود والمثابرة في العمل كفريق واحد يعمل من أجل تحقيق هدف واحد هو سعادة ورفعة وريادة دولة الإمارات. ويمكن واحد من
المقومات اللي نفخر وننعم وكذلك نشكر عليها القيادة الرشيدة هي فعالية أداء الحكومة. اليوم قلما ما تجد على مستوى العالم حكومات تعمل بشكل متواصل ليل نهار من أجل سعادة المواطنين وكذلك المقيمين. نعم. خاصة أن دولة الإمارات فيها أكثر من 200 جنسية يعني يعيشون بكل ود وحب وتعاون وتسامح. نعم سعادتك بناء على ما تحقق في 50 سنة الماضية إلى أي موقع تتقدم دولة الإمارات الآن؟ طبعا لا شك أن دولة الإمارات دائما ما ترضى إلا بالصدارة، ما ترضى إلا بالتواجد في المراكز المتقدمة، ويمكن أقرب مثال كان هو عقد خلوة 50 اللي كانت في شهر فبراير الماضي واللي ترأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بمشاركة كذلك كثير من الوزراء من المسؤولين الحكوميين. وكان الهدف من هاي الخلوة هو وضع خارطة طريق وخطة طموحة للمستقبل من أجل تحقيق الريادة العالمية، خاصة أن اليوم دولة الإمارات يعني تتبوأ مراكز الصدارة أو إذا ما كانت في الصدارة تكون من ضمن أفضل الدول في كثير من تقارير التنافسية العالمية التي تتعلق بقياس الأداء للدول مثل يمكن الأداء الاقتصادي، الكفاءة الحكومية، كفاءة الأعمال، التنافسية الرقمية، الابتكار. ولا شك أن هاي الخلوة هي اللي راح تأسس للخمسين عام القادمة، خاصة أن يعني فيها شيء جميل جدا وهو إشراك كل فئات المجتمع ومن مختلف الجنسيات والأعمار لتقديم أفكارهم وطلباتهم وطموحاتهم للخمسين عام القادمة في دولة الإمارات. فأنا بالمختصر أعتقد أن القادم إن شاء الله أجمل والمستقبل باهر لدولة الإمارات. وهذا المتوقع والمنتظر أيضا بأن القادم دائما أفضل هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. سعادة أحمد محبوب مصبح أكيد مدير عام جمارك دبي، شاكرين لك على هذه المداخلة ونبارك لك أيضا بوصولنا العام 50.